السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة يا حمام محمد سعد، صباح الفل يا رجال. بص يا جماعة، بمشيئة الله احنا هنا عند عم سعد، فعايزين نطلعه سمكتين ايه للفطار. عم سعد ده هيجمع لنا الشبك ده ونطلعه سمكتين في الفطار، وربنا يبارك في رزقه. طبعا هو بيلم بطريقة معينة عشان يحبس السمك. السمك يروح يا ابني، امسك يا ابني تاني، يا ابني امسك يا ابني تاني يا ابني، عشان السمك صح كده. الله ينور عليك كده يا محمد. خليك واقف يا محمد، خليك واقف يا محمد، عشان احنا جبنا الكبار ما جبناش البولت. ها ده ما هو السمك يعني. امسك يا محمد عشان ما ايه، محمد امسك يا محمد. بس انت حرامي بقى، حرام يا ابني، ما تسيبش حرام. والله انت سايب حرام. ناولوا الجركن يا محمد. انت مش هتطلع، هات لي الجركن يلا، امسكني يلا كده عشان امسك. خلص عشان الصغار ما تموت. امسك الغزل كده، امسك الغزل كده عشان اعرف اجيبه. يا ابني امسك كده، افتح الغزل لبره انت. امسك يا ابني الغزل كده يا ابني حبيبي، امسك كده، امسك عشان الكبار هنا. خد الله الزبالتي يا ابني. يا حبيبي سيبك من الزبالة يا ابني، يا ابني سيبك، بس سيبك من الزبالة يا حبيبي. رفضت نطلع، هات يا ابني السمكتين، احسن سمكتين هيروحوا يا ابني من هنا. الله يا عم سعد الله يبارك له. ايه لم السمكتين دول وعطوهم لي. والله انا بصراحة ما كنتش عايز سمك والله، بس ربنا يبارك له حلف وبيحلف بجد. يعني شوية سمك سلطاني، هو 10 على 10. يلا الله يبارك لنا في رزقنا يا رب، اللهم امين. انت كده صورت، انت بتنزل عني؟ ايوه هنزلك يا بتاع السمك انت. الله ابراهيم. ابراهيم كمان اهو. ايوه ايما. الف شكر يا ايما.